ربهم لكافرون. طبعا الغنن اللي طلعت لك وإن كثيرا من الناس، الميم المشددة النون المشددة نفس الزمن في الغنة، بلقاء طلعنا بتفخيم الألف مع القاف، ليش؟ لأنه الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. طيب حققنا الهمزة بلقاء إيرا إيرا، حققنا الهمزة والكسرة تبعتها، رفخمنا الراء، ربهم الميم هنا ما أعطيتش غنة طويلة لأنه أعطيتها إظهار، ربهم لكافرون لكا لكافرون. طيب أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، نفس الكلام أولم نفس الكلام، يسيروا يسيروا وليس يسيروا لا يسيروا الراء انتبهوا لها، في الأرض حكينا عنها، فينظروا فينظوا قلنا النون خالية من الحركة يعني معناته في حكم، أنا قلت إذا نون خالية من الحركة وما فيش وراها لام مشددة راء مشددة على طول إيش اعطي غنة، بس هنا الغنة حتطلع مفخمة لأنه الغنة تتبع ما قبلها لا ما بعدها، الألف اللي ما قبلها تفخيما وترقيقا، لكن الغنة ما بعدها تفخيما وترقيقا، فهنا حيصير فينظو فينظروا فينظروا كيف كيف الياء حكينا عنها، كان عا وليس عا، شو رايك عا وليس عا، عاقبة الذين الذين الانتقال من المتحرك الى الساكن، عاقبة الذين من قبل من إخفاء غن مفخم قب الباء مقلقلة، الباء قلنا قلقليها صح ما يطلعش معاها ضم ولا كسر ولا فتح، كيف؟ بسرعة الانتقال بسرعة الضرب وبقوة الضرب لأنها حرف شديد والانتقال السريع وعدم حركة الفك من قبل يعني في وضعية الساكن، من قبلهم هم لاحظة ولا من قبلهم قبلهم خطأ لازم أحقق الكسر، من قبلهم لهم كانوا أشد منهم قوة كانوا مد مد حتمدي مدام شفتي حركة المد مدي ما فيش وراها شدة أربع حركات وراها شدة ست حركات، أشد من أشد من ليش ما قلقلت الدال الأولى في الدال المشددة أشد ده ليه؟ لأنه الشدة تمنع القلقلة، بس أي حرف من حروف قطب جد أجا مشدد ما بقلقل الساكن الأول، ليش؟ لأنه مشدد، أشد منهم منهم النون توسط الميم توسط لازم يطلعوا التنين بنفس الزمن، تعليق الحرف في المخرج، منهم منهم قوة قوة، الواو المشددة والياء المشددة في عموم القرآن نبر قوة، بس ما بشدش ولا بأضغط على فكي أو الشفايف في الواو، ليش؟ ليش؟ حيصير حيضيع منها الرخاوة، قوة بالصوت قوة وأثاروا وليس وأثاروا ثاروا خطأ أنتي فخمتي، وأثاروا الأرض وأثاروا الأرض تمام، وعمروها أكثر مما عمروها، واضح؟
أكثر مما الميم المشددة عمروها ولا عمروها؟ ها ها نعم. ليش؟ لأنه ممكن الألف المد حرف المد يشد الواحد لفوق فيروح، أنا بدل ما أقول ها حقولها ها. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أجت الياء المشددة وأجت الواو المشددة، النبر فيها قوة بالبي، هذا هو لفظة الياء والواو المشددة. وجاءتهم التاء ساكنة شدة همس زي ما عملنا الكاف، أت وجاءت وجاءتهم، وارجع للساكن في الميم، رسلهم ميم باء على طول بتعطي غنة، الميم خالي من الحركة اعطي غنة على طول، ميم خالي من الحركة اعطي غنة على طول، يا إما حيكون الحكم ميم وميم حيصير عندي إدغام، يا إما ميم وباء حيصير عندي إيش؟ إخفاء شفهي. بالبينات، لما أوقف على التاء حسكنها، حيش أعمل فيها؟ همس. طيب، فما كان الله ليظلمهم، الظاهر انتبهي لها، ليظلمهم، الظا بس اللي بفخمها، ما بقولش ليا ليظ ليظ ليا لا ليظ، وإلها زمن زمن الرخاوة، ليظلمهم وما تستعجليش فيها، ولكن كانوا عندي نون خالي من الحركة، إذا أعطي غنة مدام اللام والراء ما أجوا بعديها، كانوا أنفسهم وليس أنفسهم، انتبهي أنفسهم خطأ، أنفسهم لازم أعطي تتابع الحركات وأزمنة متساوية. يظلمون الضاء هاي تاني مرة تيجي. ثم كان من مشددة، كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، أساءوا بدي أربع حركات، السوء برضو أربع إيش حركات، أربع حركات، إذا أجاكي مدود لازم إيش تتقنيها وتساويها. طب إذا نوقف عندها، بدك توقفي عندها بتقولي أساء السوء، ما الطبيعي، لو بدك توصلي بتقولي السوء أن كذبوا بآيات الله، واضح؟ وكانوا بها يستهزئون، وكانوا بها يستهزئون، يستهزي السين والها نفس الزمن، ساكن وساكن وكلهم رخاوة، إذا بعطيهم نفس الزمن، يستهزئون. طيب، الله يبدأ الخلق، انتبهي ابتسمي باللام شوي عشان تطلع من المفخم، يبدأ الخلق، اللام مرققة، ابتسمي فيها لأنك أنت على وضعية المفخم بالخاء وبدك ترجعي على وضعية المفخم بالقاف، فهنا بتستسهلي انك تضلك على وضعية المفخم في اللام، يلا مشي. لا، الخلق، اعطي التوسط بساعدك، الازمنة هاي اللي الله اعطانا اياها في الاحرف الساكنة بتساعد انك تطلع من وضعية الى وضعية، سبحان الله. ثم يعيده ثم اليه ترجعون، واضح؟ الراء ترجع، اتقن الراء توسطها بتزبط معاك، ترجع، تمام؟ ترجعون.
ويوم تقوم الساعة يبلس يبلس ولا يبلس ولا يبلس خطأ كل هذا خطأ يبلس على وضعية الساكن يبلس المجرمون برضو الجيم هنا أجت مقلقلة لأنها من قطب جد المجرمون ولم يكن لهم انتبهي هنا نون خارم الحركة وأجى بعدها لام مشددة إدغام يعني ما بلفظ النون هنا ما بلفظها ولا كأنها مكتوبة إيش بقول ولم يكن على طول من كاف مضموم إلى لام ساكنة يكن لهم ولم يكن لهم من شفعاء لا من شركائهم شركاء مدي أحقق الهمزة شركائهم إهم شفعاء وكا انتبهوا شفعاء وكانوا هنا أعطيتي مد زيادة للأو خطأ شفعاء وكانوا وكانوا ليش أنا هنا معرضة أجيب مد لأنه وراء الضمة واو والواو أم الضمة فهنا معرضين إن إيش نعمل شفعاء وكا وكانوا خطأ شفعاء وكانوا وضحت وكانوا بشركائهم نفس الكلام كا ولا كافرين كافرين الراء هنا مرققة ويوم ويوم تقوم تقو تقوم استقو ولا تقو تقو انتبهي تطلع تا 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 تطلع معاك التا تا تقو خطأ تقو تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفر الراء المشددة لازم نتقنها يتفر هاني علقت لساني را يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ولا فهم 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 لازم أحقق الحركات وأتممها فهم في روضة رو را في روضة ها لا ادغام أنا لا أنا ما كملت ما كملت أنا على رو 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 أنا في رو لسه في رو رو صح لا رو الواو هنا معرضة للتفخيم أو خطأ رو ضا أيوة روضتي يحبرون هنا في إدغام بغنة طويلة يح الحاء يحبرون تمام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب